فإذا حرصت على هذا الجانب راح بإذن الله أنك تركز ويكون عندك تخطيط للمستقبل بإذن الله. النقطة الثانية المكان. هل عندك الآن أنت قاعد تكلمني، هل هذا المكان مهيأ أنك تكون في مدرسة، أو معنى صح أنك تحضر زي اجتماعات، ولا مكان قاعد في الصالة أو قاعد في غرفة النوم أو قاعد في مكان غير مهيأ؟ فالنقطة الأساسية أنك إيش، أنك يكون مكان مهيئ هادئ، ما في ضوضاء، ما في مشاكل، ما فيه ازعاج. مو بواحد يحط لي مكانه في السطح ويقول لا والله انا مكاني تمام، لا، مو لازم اماكن مخصصه للمذاكره. والحمد لله في الغالب ان متوفر عندنا الامور هذه ولا عندنا مشاكل فيها. فخصص الان مكان هادئ بعيد عن الضوضاء، بعيد عن المشاكل، وفي اناره كويسه، ما تكون إنارة ضعيفة. برضو تنظم وقتك. الآن في بعض الطلاب للأسف إلى الآن يسهر، يعني عنده عملية السهر دائمة، فهذه متعبة. الآن دواماتكم تصير إن شاء الله بإذن الله 9 الصباح، فحاول قدر المستطاع أنك تنظم جدولك على أوقات الصباح. لازم تصحى الصباح، ولازم تتابع مع المدرسة، ولازم تتابع مع المعلمين، ولازم تؤدي الواجبات اللي قالوها لك المعلمين، أو بمعنى صح المذاكرة. ما المذاكرة عندك، في بعضهم يقول لك عندي مشاكل في منصة مدرستي، ما عندي مشكلة، أحل المشكلة، ما أقعد، أحاول قدر المستطاع أني أحل هذه المشكلة. وش مصادر التشتت تتوقعون؟ ابعد عنها تماما مصادر التشتت. الجوال، اللي عنده جوال ودائما يستخدمه، كلنا نستخدم الجوالات، لكن هل هي تطغى علينا؟ هنا تتعبنا، ولا أنا نقدر نتحكم فيها؟ في بعض الطلاب ما شاء الله وأعرفهم كثيرين، يعني أنهم يستخدمون الجوال بأوقات محددة، فإذا كانت أوقاتك محددة في الجوال فهذا زين ما شاء الله، ولا أحد يجبرك، يعني ما تقول أمي ولا أبوي يقول لي لا وقف الجوال، لا. القدرة والتميز فيك أنت، أنت تقدر تتحكم. وقت المذاكرة حاول قدر المستطاع أن يبعد عن الجوال، بعود إبعادك عن المشتتات هذه والأمور هذه بإذن الله يصير تركيزك عالي. أقول لكم شيء، وش أكثر المشاكل أو الحوادث السيارات؟ كلها إيش؟ جوال. فأحرص، دامها مشاكل في السيارات وفي أقل من ثانية، فما بالك في المذاكرة؟ فراح تأثر عليك بشكل كبير. فأحرص أن الجوال يكون له وقت معين. الجوال ما عليه، كلنا نفضله، كلنا نقدر هالشيء، هالجهاز، ونستخدمه بشكل إيجابي ونستخدمه بشكل متميز، لكن ما عليش، الأفضل أنك الجوال هذا يكون له وقته، ويكون له فرحة أو له ترفيه. برضو أنك الأكل الصحي، هل تأكل أنت أكل صحي ولا تأكل أي شيء؟ هل أكلك صحي؟ هل أكلك في البيت ولا أكلك لا عام على الكل، تروح اي مطعم وتروح اي مكان انا ما اقول، انا ما امنع انك تروح مطعم وتاكل لا، انا اقول لا تكون متراكمه، لا تكون دائمه. هنا هذه تاثر، ترى على فكره هذه تاثر عليك نفسيا، وفي بعض الطلاب انا متاكد ان تسببت له المشاكل او الوجبات السريعه مشاكل صحيه. كذلك لو جلستوا الان هيئنا مكان، فبنلقي له، او معنى صح انك بتحضر، لازم الغرفه تكون جاهزه زي الحين، الغرفه اللي قاعد فيها انا ما فيها ضوضاء، اناره كويسه، هدوء، ما فيها اي مشاكل. لازم تكون جلستك صحيحه، لازم اللابتوب جالس كذا وجلستك تكون صحيحه على اللابتوب نفسه على راسك. فاحرص على هذا الامر، جلوسك هذا بياثر عليك في جلستك، في مشاكلك، حتى في العين لازم ترمش كل شوي، ترمش ليش؟ تريح العين، ما على قولتهم تناظر تفتح عيونك مره، هذه بتسبب لك اذى بعدين، تسبب لك مشاكل. فهذه من ضمن السلوكيات وسلوكيات نفسيه اللي بنتعلمها عن بعد. لازم تحرص على هذا الامر، لازم تتميز على هذا الامر، لازم تكون جلستك صحيه، لازم تكون انك تبعد عن السهر، لازم مكان مهيئ. هذه كلها اشياء مهيئات نفسيه انك تدخل في مرحله التعليم، والتعليم باذن الله انه بيرجع، و
بيرجع حضوريا ان شاء الله باذن الله، اليوم بكره بعد شهر بعد سنه، المهم انه بيرجع ان شاء الله باذن الله، لكن انه خلونا على قدر التحدي. برضو اذا كنت بتذاكر والان حضرت المنصه وفيه معلمين قاعد يدون الشرح، لازم يكون معك قلم ورقه، لازم، ولازم لازم القلم والورقه هذه يكون ملخص لك، لازم هذه الملخصات تكون معك دائمه، لازم يكون لك كتيب خاص لك. خلاص انتم مرحله نضج، انتم مرحله اول ثانوي، انتم بدايه التميز مثل كبريت، لازم تكونوا شعله قويه جدا. خدت الكتاب، خدت الورقه او خدت الدفتر وكتبت مع المعلم، في بعض الاشكالات تصير عندك مشكله في المذاكره، في بعض المفاهيم اكتبها ناظرها وارجع اسال الاستاذ، ما يمنع الاستاذ، بالعكس هو مسخر لك اصلا الاستاذ انه 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 فعلا يشاركك جميع مشاكلك اللي تمر فيها. اقول لكم بعد شيء ثاني، وسائل التواصل يا كثرها فيها مشروحات معلمين افاضل وكثير مره شروحات، انت اختر اللي يعجبك، لكن اهم شيء انك تطلع لي بفائده، اهم شيء تطلع لي انك فاهم. المعلم ليش قاعد يشرح؟ ليش يتعب؟ وليش يخصص وقت؟ ليه؟ لانه يبغاك تفهم. اذا فهم خلاص المعلم حقق له انجاز. اما انك تقول فاهم وانت ما فهمت، فهذه مشكله، هذه مصيبه. فاحرص احرص انك الفترة القادمة انه يكون معك قلم ورقة، واللي معه قلم ورقة هذا من صفات المبدع. أكثر من مرة اقرأ. الآن عندك الدرس وعندك كل شيء وحاولت انك ما استوعبتها، ذاكر راجع، خل مراجعتك مستمرة لا توقف. بعدين في طريقة جميلة يسمونها الخارطة الذهنية، كانها مرت عليكم، جميلة جدا انك تلخص كتاب في ورقة واحدة، انصحكم انكم تبحثون عنها، عن الخارطة الذهنية، جميلة جدا يحتاج لها تدريب فقط. اجمع اكثر من موضوع او اكثر من مادة، اكثر من موضوع في المادة، وبعدين لخصها، عطها ملخص لك المادة هذه الآن حطيتها كذا ولخصتها، فأنت أبدعت، أنت الآن ربطت العناصر وبتطلع بملخص، هذا يفيدك الملخص. واحرصوا تكفون على الحضور وعدم الغياب، ترى الحضور وعدم الغياب مثل المدرسة، ما تغير شيء، أنت اللي فقط تتحكم في نفسك. في اقدر ادبر لك عذر، اقول لك اني تعبان، واني اقول لك هالامور هذه، طبعا كلها موافقاتها عن طريق الاداره. ففي بعض الطلاب بيسال بيقول الغياب الان لان غبت، هل يعني اجراءاتها كيف؟ هذه اجراءاتها عن طريق المدرسه، لازم بعذر. وغيابك تاثير عليك. فاحرص، انا دائما اقول لطلابي 50% من انك ترفع نسبك من الدرجات انك ما تتاخر صباحي، وانك الغياب. الغياب هي اللي اثر عليك في مستواك، هي تراكمات دروس. وفي بعضهم عنده ظروف فما اقدر اقول له لا 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 تغيب. لكن اذا غبت ما لك عذر، اسال زملائك، اسال المدرسه، اسال الامور هذه، ليش؟ عشان تطلع بفائده اكبر. بعدها اذا خلصنا وذاكرنا وراجعنا مع المعلم وربطنا الموضوع والعناصر ولخصناها، اخر شيء المراجع. ركز على انك تدون المعلومات المهمه واللي فهمتها واللي ما فهمتها، يعني حط قسمين في الدفتر، قسم اللي على اليمين انك ما فهمتها، اللي على اليسار فاهمه. هذا بيطلع لك الان دفتر ملخص لك، انا اعتبره كتاب باسمك، اذا لخصت من بدايه العام لنهايه العام هذا كتاب مخصص لك. فاحرص انك تراجع، احرص انك تدون، احرص انك تكون جاد، احرص انك تكون متميز في الطرح، متميز في انك تخاطب معلمينك. المعلمين يا رجل لك، مخصصين لك، اداره المدرسه مخصصه لك، كل الامور هذه مخصصه للطالب ولي امر، فاستفيدوا منها. النقطة اللي قبل الأخيرة، وهذه أتوقع ما شاء الله عندكم فيها 100%، أعطي راحة واسترخاء لنفسك. بعد كل بعد كل محاضرة أو كل درس
لازم تعطي وقتك تقريبا 5 دقائق ترتاح، ابعد عن الجوال. الآن تخيلوا إني قاعد أكلمكم الآن وقاعد أناظر بالجوال، وش الموقف؟ الموقف يكون مو بجيد أبد. فأحرص على أن الجوال يكون مرحلة بعدين، مرحلة بعدين ثانوية. اللي عنده قدرة عالية أنه يتحكم أن الجوال يقدر يستخدمه متى ما يبغى ويفك عنه متى ما يبغى، هذا عنده قدرة عالية أنه يهيئ نفسه وتخطى مرحلة كبيرة. فلذلك أعطي نفسك راحة وخصص وقت للاسترخاء تقريبا لمدة 5 دقائق، بعيد عن الجوال، ترتاح، تقوم تشرب موية، تشرب لك عصير، تتحرك من مكانك. هذه كلها مهيئات نفسية ترتاح فيها، تتكلم، تسولف، تدق على زميلك، هذه كلها أمور تريحك، تعطيك راحة. تدق على زميلك طبعا يعلمك بشيء مفيد ما يضيق صدرك. والنقطة الأخيرة أنك تتواصل مع إدارة المدرسة إذا أشكل عليك شيء. أغلب الطلاب عنده مشاكل في منصة مدرستي، وهذه كلنا نعاني منها. ليش؟ فيها ضغط، فيها كمية معلومات، فيها راح تنحل بإذن الله. تواصل مع المدرسة وخلك أنت المسؤول، ولي أمرك الآن يشوفك أنت. أنت خلاص، أنت تعديت مرحلة الطفولة، الآن أنت في مرحلة اليافع الشباب، أنت خلاص أنت معتمد على نفسك. فاعتمد على نفسك، تواصل مع المدرسة، تواصل معهم. وسائل التواصل موجودة، فيه تويتر، فيه واتساب، أنك حضورك للمدرسة بالإجراءات الصحية والسلامة بإذن الله. فأحرصوا أنكم اللي جيتوا تحضرون المدرسة معكم الكمامات والتعقيم اليدين وهالأمور هذه، وإذا كنت تعبان تواصل معهم هاتفيا. هذه كلها مسخرة لك، فأنت عليك أنك تبدأ في هذا الجانب، خليك أنت متميز. فلو تكلمنا عن المرحلة الثانوية بشكل عام، وهذه نقطتنا الأخيرة، هي حلقة وصل بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي. أنت الآن قاعد نهيك أنك تطلع للجامعة، فأنت خليك على قدر المسؤولية. أغلب الطلاب اللي تخرجوا من عندنا والله يعني تقريبا نقولوا مقاربين أنه مثل التعليم الجامعي، ما صارت عندنا أشكالية في التعليم الجامعي. بيمر عليكم الإرشاد الأكاديمي. طبعا الإرشاد الأكاديمي كل طالب عنده معلم، المعلم هذا مرشد أكاديمي، عنده مجموعة طلاب، المجموعة الطلاب هذا يساعدهم تحصيليا لين نهاية العام. عندك مشاكل في المواد يكون عندك مرشد أكاديمي بيوزع عليكم إن شاء الله إدارة المدرسة. كل معلم، كل طالب يكون مع موافق مع المرشد الأكاديمي لين ثالث ثانوي، يتابعك تحصيليا، ترى المعلم اللي فيه مكفيه. فأنت احرص أنك تروح وتسأل، مو بهو يروح يجي يسأل عنك، لا، احرص أنك أنت تكون فعلا جاد وعندك مشاكل في بعض المواد وتبغى تحلها تتخطاها. برضو التعليم المقررات يعني جانب يغذيك معرفيا ونفسيا واجتماعيا وعقليا وبدنيا، هذه كلها لازم تطلع من ثالث ثانوي وانت متغذي من جميع الجوانب هذه، معرفية ونفسية واجتماعية وعقلية وبدنية. التعليم التعليم الحالي يستثمرك الجيل، انتم جيل المستقبل بإذن الله، انتم جيل متميز، انتم جيل بإذن الله طموح. فأنت القرار بيدك أنت. الآن حضورك مثل هذه المنصة أو هذه المحاضرة أو اللقاء، هذه أحلك أنك أنت جاد، يبغالك خطط. أنا عارف أنها فيه بعد فترة تحس بخمول، تحس بي، لكن خلك زي السهم يرجع 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 ثم ينطلق. دائما حاول أن هذه درجات لك أنت. فأحرص جدا أن يكون هالأمر جاد من عندك. برضو التعليم أو نظام المقررات يأهلك لسوق العمل، يأهلك لوين، لأن ها يعني يفتح لك آفاق، يفتح لك يعني أنت لين دخلت أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، بتشوف أن هذه والله التخصص كويس، هذا التخصص لا ما أحتاجه، هذا التخصص يناسبني، هذا التخصص ما يناسبني،
وهذا ان شاء الله بعد فتره بتحسون فيها. كل واحد بيقول والله بدخل كذا طب، بدخل هندسه، بدخل ما ادري اداره اعمال، بدخل هذه كلها باذن الله تتوافقون ان شاء الله معها وتصيرون من ضمن المتميزين، تكونون من ضمن اللي عندهم وسام شرف اللي يطلعون منها الطلاب متميزين من المدرسه. سؤال، وش الفرق بين الشخص او الطالب الضعيف دراسيا والطالب المتفوق؟ هل الطالب المتفوق حاط مكينة وراء؟ يعني مكينة يقدر يذاكر بسرعة، يقدر يحل الواجبات بسرعة؟ لا، ترى نفس القدرات. هل الطالب الضعيف أو الطالب المتفوق، الطالب المتفوق عنده 26 ساعة وأنت عندك 24 ساعة؟ لا، نفس بعض. اللهم أن المتفوق قرر أنه يصير متفوق، والضعيف ما قرر انه يصير متفوق. بس هذا اللي قلت لكم اياه، اول شيء اللي قلت لكم عن ان البدايه الجاده ويكون قرار داخلي. برضو انتم جيل نافع، انتم جيل باذن الله تتخطون الصعاب، انتم تعتزون ان شاء الله باذن الله بدينكم، ونافعين ان شاء الله لامتكم، محبين لوطنكم، انتم تقدرون تتعلمون ذاتيا. يعني في خاصة مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، أنتم جاهزين أصلا للتعليم عن بعد، يعني أنتم مهيئين، كل الأمور مسخرة لكم، الإنترنت مسخر، الأجهزة مسخرة، هالأمور هذه كلها راح تتخطونها. فاحرصوا جدا على هذا الأمر، وبإذن الله انكم في المستقبل، انا لاحظتها من خلال طلابي ومن خلال يعني اقاربي زي كذا اللي راح ثاني ثانوي، راح تحلون مشاكلكم بانفسكم، راح تشوفون حل المشكلات، انتم اللي تتخذون القرار، انت اللي بتاخذ القرار وانت اللي بتقرر هذا القرار هذا يناسبني ولا ما يناسبني. فاحرص هذا القرار ان يكون باسمك، ان القرار هذا يكون تحت ادارتك. آخر نقطة، أهداف نظام المقررات، أن طبعا في نهاية المرحلة الثانوية، إذا خلصت المرحلة الثانوية لازم هالأمور هذه الأهداف تكون فيك، أنك تنمية شخصية، أن عندك تنمية، قاعد تنمي نفسك شموليا وعموميا، وعندك مكسب للمعارف والقيم، عندك مكاسب قوية للمعارف والقيم، عندك تطوير لنفسك مهارات. ما يجي معلم ولا مرشد او وكيل او يقول والله انت عندك مشكله روح ذاكر، لا، انت اللي تطور من مهاراتك، ما يحتاج احد يجي يقول لك، انت لازم تبدع، انت لازم انت تتميز. ترى كل الموضوع هذا لك، انت مسخر لك. برضو ان الاهداف هذه انك تربط المرحله اللي بتمر فيها الثانوي اول وثاني وثالث، اللي هو المستوى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هي ست مستويات في الثانوية المقررات، فهي تربطك بسوق العمل، أنت تبحث عن سوق العمل، هل هذا يناسبني ولا ما يناسبني؟ والجامعات برضو نظام المقررات يعطيك تقرير أو مقررات واقعية، مقررات زي المهارات الحياتية اللي بتاخذونها إن شاء الله، مهارات حياتية متميزة تعطيك جانب حياتي قوي جدا. برضو يخليك النظام مقررات تفكير واعي، يصير عندك تفكير قوي، خاصة في ثالث ثانوي يجون طلاب يناقشوننا وياخذون يعطون معنا وكلها واقعية وليست سلبية. وبرضو يكون تنمية للتعلم بإيجابية، لازم يكون عندك تنمية قوية جدا وإيجابية للمرحلة، مرحلة الثانوية نظام المقررات. وآخر نقطة أنك تنمي أو تتعلم ذاتيا، هذا اللي نتكلم عنه عن بعد، الانترنت، التعليم عن بعد، انك يكون عندك تعلم ذاتي وعندك اتخاذ القرار، انت اللي بتتخذ القرار، هل انا بدخل علمي او بدخل ادبي؟ لازم تبحث عن الموضوع، لازم تروح ناس متميزة بهالجانب. فاحرصوا على الجانب هذا، واحرصوا انكم تتميزون على هذه الجوانب. فيه أسس يقوم فيها نظام المقررات، التكامل بين المقررات، فيه تكامل، فيه مرونة تقدر، واختيار تقدر. برضو الإرشاد الأكاديمي زي ما قلت لكم، الإرشاد الأكاديمي كل معلم
مع مجموعة طلاب، الطلاب هذول يكونوا تابعين له، المعلم من بداية العام لنهاية العام يتعرف على مشاكلك التحصيلية ويحاول يحلها معك، ويحاول يحاول انك تتخطى هذه المرحلة. برضو الأسس اللي يقوم عليه نظام المقررات التقويم والمعدل التراكمي، زي ما قلت لكم معدل التراكمي يأسسك، والمعدل التراكمي يعطيك الجانب الأقوى، المعدل التراكمي يعطيك الجانب الأفضل. متى تبدأ، متى تعرف المعدل التراكمي؟ من بداية العام، من الآن، الآن لين بدوا بإذن الله احنا بنبدأ خلاص بدايتنا إن شاء الله زي ما قال وزير التعليم إن الأسبوع القادم. هيئ نفسك الآن، مو تهيئ نفسك يوم الأحد، لا، هيئ نفسك الآن، جهز كل أمورك، عندك مشاكل في منصة تواصل مع المدرسة، حل المشكلة، حاول إنك تخلص خلال الأسبوع هذا. الأسبوع القادم خلاص أنت جاهز تماما إنك تتلقى أي شيء، دروس عادية. فاحرص على هذا الشيء. أشكركم على حسن استماعكم، وأعتذر على الإطالة، فإن أخطأت فمني والشيطان، وإن أصبت فمن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ تركي السعد، واسمح لي أن أتقدم باسمي وباسم إدارة المدرسة لك بالشكر الجزيل على تواجدك معنا اليوم، وبمشيئة الله نلتقي في برامج تدريبية أخرى بمشيئة الله. الآن يا شباب راح أتكلم معكم عن